لا حيد يا اختي احيد. واش راك تصور اختي تدخل للبوليس؟ انت ما كتبانيش اختي. لا نشوفوش صافي اختي. يلا غير باش ما تجيوش قدامنا باش ما تبانوش. اجي الشريف على هادشي. لا ما غنصورش. اجي صور تدخل للبوليس. المشاهدين والمتابعين قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من وسط مدينة الدار البيضاء. هذا الشاب اللي كتشوفوه لابس واحد بدلة رياضية حمراء اللون، قاموا رجال الأمن بالتوقيف ديالو من بعد ما حاول يعتدي على واحد السيدة، وحاول أنه ربما حسب معلومات قناة الشعب قناة شوف تيفي بأنه حاول أنه يسرقها. منين قاوماتو اعتدى عليها أو عنفها. هذا الحديث تزامن مع مرور ديال الدورية ديال رجال الأمن فرقة التابعة لفرقة الدراجين بمنطقة أونفا بمدينة الدار البيضاء، وعلى الفور تمكنوا من الإيقاف ديالها. هاد الساعة في انتظار وصول سيارة ديال الشرطة اللي غادي تنقلوا إلى مصلحة الأمن بمنطقة أونفا. برافو للعناصر الامنيه هنا في منطقه كونفا، تدخل كان عاجل وناجح وتمكنوا من الايقاف ديالو ظرف او اللحظه ديال ارتكابه لهاد الجمعه، وهو في حاله تردد من الارتكاب على هذا الشاب من بعد ما حسب معلومات كنشوف في انه يحاول يسرقها. اللحظه ديال الاعتداء عليها تمكنوا رجال الامن من التدخل والايقاف ديالو. هذه الأثناء غادي يتم النقل ديالو إلى المستشفى، عفوا إلى مصلحة الشرطة. هادشي واقع هنا في ملتقى شارع محمد سميحة وشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. الأشخاص اللي كيفكروش في العواقب، الشيء اللي كيخليهم كيف كنقولوا بالدارجة كيقلبوا على الحبس. هكاك طريقة بسيطة كيلقاو راسهم في اتجاه السجون. السيدة دايزة جابت معاها، لا غير بغيت نهضر معاها، مبغاتش تهضر معايا، ضربتها. علاش تضربها؟ فوضى فوضى في الزنقة. انتظار وصول سيارة ديال الشرطة اللي غادي تنقل هاد المتهم أو هاد الجانح إلى مصلحة الشرطة. سنأتي إلى هاد المباشر وفي انتظار مباشر آخر بإذن الله. عموما هاد السيد قام بالاعتداء على واحد الشابة من بعد ما حاول أنه يسرقها وقامت بالمقاومة ديالو. هذيك اللحظة كانت تتزامن مع مرور دورية ديال فرقة الدراجين اللي كتأمن المكان هنا بمنطقة كونفا وتمكنوا من الإيقاف ديالو على الفور. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى مباشرين آخر.